حوالي سنة تقريبا. قبل السنة يعني هاي بلشت انه هي صارت مهنة إلية. قبل السنة تقريبا حوالي 4 أو 5 سنوات أنا كلش هاوية، كلش أحب هاي العدد والأدوات، أحب أشتغل بالنجارة، أحب الخشب، يعني أحس فد شيء كلش حلو، يعني إحنا نقدر نحركه ونسويه بكيفنا. فهي كانت هواية من سنة تقريبا هي صارت مهنة. آخر عمل كهاوية اشتغلته حسيته كلش صار تمام، كلش يعني صار إعجاب علي، قررت هنا إنه أفتح مشروعي بيها. المشروع هو كان كبداية كلش صغير، يعني شلون كبيج وأدوات بسيطة وأمشي بيها شغلي، يعني بس على قد الطلبات، وطلبات كلش بسيطة يعني ترويج. بعدين فكرت أسوي محتوى والحمد لله، يعني بدي أوسع الشغل، دا يتوسع، بس أنا حاليا مكاني هو نفسيته. بالبداية أخذت الحديقة، بعدين الجراج مال البيت، بعدين الاستقبال فرغتها هم أخذتها، وده كمل شغله. هو شغل يعني يحتاج ساعات كلش طويلة بالعمل، يعني مو ساعة أو ساعتين، فدائما هو وقت الصبح للبيت وللأطفال، وراها الوقت اللي هو ممكن يعني غالبية أم أي بيت هو يكون لها وقت راحة أو وقت شلون للاسترخاء. أنا هذا الوقت يعني شاغلته كله بالعمل، مرات وأحيانا ساعات طويلة من الليل، مرات 12 الوحدة أبقى. ردة فعل أهلي بالبداية خايفين علي، خصوصي أخوتي، يعني دا يخافون على إيدي، دا يخافون إنه هذه الشغلة إنه متعبة لبشرة المرأة والجسد المرأة. فبداية يعني حرصوا هواية، نصحوني إنه أبتعد هواية، قالوا لي إنه هذه الشغلة مو أنا يعني. بس بمرور الوقت مشافوا عزيمتي وإصراري، دا يشوفون نجاحي، كلش دا يفتخرون بي، كلش دا يشجعوني.